انقلاب على كل الاتفاقات وملاحقة هرم السلطة ودخول البلاد في أتون حرب هي الأعنف في تاريخ اليمن، وسيطرة الميليشيا في مدها على معظم مدن البلاد قبل أن تبدأ مرحلة الجزر السياسي والميداني وعودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة. أحداث العام 2015 الأكثر سوءاً في السياسة اليمنية والأكثر دموية ودماراً. كان العنف فاتحة العام، حيث دشن باختطاف أعلى سلطة سياسية في الدولة قبل اختطاف كل مؤسساتها وإعلان الانقلاب عبر عمل مسلح ثم ما سمي بالإعلان الدستوري. ففي منتصف يناير اختطفت ميليشيا الحوثي مدير مكتب رئاسة الجمهورية من أحد شوارع صنعاء، ثم حوصر مقر رئيس الحكومة خالد بحاح في القصر الجمهوري وأطلق النار على موكبه. في العشرين من ذات الشهر تمت محاصرة دار الرئاسة ومقر إقامة الرئيس هادي، وفرضت الميليشيا الإقامة الجبرية عليه في منزله. لم يمض يومان على ذلك حتى قدم الرئيس هادي استقالته بعد أن قدمت حكومة بحاح استقالتها احتجاجا على الممارسات التي تقوم بها الميليشيا. وكان هذا الأمر أبرز أحداث مطلع العام الذي أعلن تغير مسار الصراع السياسي ونسف العملية السياسية برمتها، حيث كشف لليمنيين حجم ما هم مقدمون عليه وتبين لهم هشاشة الوضع السياسي والأمني في البلاد. في 6 فبراير أعلن الحوثيون في القصر الجمهوري بيان الإعلان الدستوري، ومن خلاله تم حل البرلمان وتشكيل اللجنة الثورية برئاسة محمد الحوثي الذي تولى مهمة السيطرة على البلاد. حينها لم يخف على أحد ابتهاج الإيرانيين بعد هذا النصر الذي حققه حليفهم في اليمن، وبدأوا برسم سياسة الوصاية الإيرانية على صنعاء وفتح قنوات الاتصال المباشرة. وأعلن الحوثيون عن تسيير 28 رحلة طيران بين صنعاء وطهران أسبوعيا. بعد شهر من وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، تمكن الرئيس هادي من الإفلات والتوجه نحو عدن بشكل فاجأ الحوثيين وأربكهم، ليعلن بعد ذلك في 24 فبراير عدوله عن قرار استقالته وإعلان عدن عاصمة مؤقتة للبلاد. كان البلد يمضي نحو الحرب بتسارع محموم، تعطلت معه كل فرص السلام. كانت الاشتباكات التي اندلعت بين اللجان الشعبية الموالية لهادي وقوات الأمن الخاصة الموالية للمخلوع في خور مكسر في مطلع شهر مارس في عدن إيذانا ببدء فصل العنف في معظم المحافظات. فقد بدأت الميليشيا عملية عسكرية واسعة مدعومة بالقوات الموالية للمخلوع، هدفت إلى اجتياح الجنوب وسيطرت حينها على قاعدة العند الجوية، وبدأت الزحف إلى مدينة عدن. آخر معاقل الرئيس هادي الذي أدرك أنه واقع لا محالة مع استهداف مقر إقامته بمنطقة المعاشيق بغارات جوية، أصبح لزاما عليه البحث عن مكان آمن مجددا. غادر هادي العاصمة المؤقتة إلى حضرموت فعمان والسعودية، ثم كانت الخطوة التي لم تكن في حسابات الحوثي وصالح وغيرت مجريات الأحداث كليا في اليمن. فقد كشفت السعودية عن تحالف عربي من 10 دول لدعم شرعية الرئيس هادي وبطلب منه، وبدأت عملياتها العسكرية ضد أهداف للميليشيا بعملية أطلق عليها عاصفة الحزم. أصيبت قوات المخلوع والميليشيا بالشلل بعد ذلك، تلقت ضربة أخرى تمثلت بالقرار الأممي 2216 الصادر في 14 أبريل، ونص على توسيع العقوبات الدولية على معرقل التسوية السياسية لتشمل نجل المخلوع وزعيم الميليشيا وحظر توريد الأسلحة للحوثيين. هذا القرار أعقبه بدء تفعيل الجهود الأممية على الصعيد الدبلوماسي بعد استقالة المبعوث الأممي جمال بن عمر، والذي اتهم بتواطؤه مع الحوثيين. فتم تعيين إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا لليمن خلفا له في 25 أبريل. من الفترة بين 17 إلى 19 من مايو انعقد مؤتمر الرياض بين أطراف سياسية رافضة لحكم الميليشيا. أعقب ذلك مؤتمر جنيف بين وفدي الشرعية والمتبردين في 16 يونيو، لكنه باء بالفشل. أعلنت الحكومة اليمنية بعد ذلك تحرير محافظة عدن بالكامل من قبضة تحالف الحوثي والمخلوع بعملية السهم الذهبي،
ليعود بعدها رئيس الوزراء خالد بحاح مطلع أغسطس إلى عدن برفقة 6 وزراء عقب طرد الميليشيا من المدينة. بدأت الأرض تنسحب من تحت أقدام الميليشيا وتحررت المحافظات الجنوبية، وتكللت العملية السياسية بعودة الرئيس هادي إلى عدن في 23 من سبتمبر بعد 6 أشهر من مكوثه في المنفى بالعاصمة السعودية الرياض، ليقضي إجازة عيد الأضحى فيها قبل أن يغادرها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكنه ما لبث أن عاد إلى عدن في 17 من نوفمبر عودة نهائية. مطلع ديسمبر أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديلا وزاريا شمل 5 وزارات بينها الداخلية والخارجية والإعلام. وفي منتصف الشهر ذاته انطلقت مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة وتحالف الحوثي والمخلوع في بيال السويسرية، لكنها لم تصل إلى اتفاق جوهري، فيما تم ترحيل الحل السياسي إلى العام المقبل ليودع اليمنيون عام 2015، في حين لا تزال الجراح نازفة وتداعيات الفشل السياسي يخيم على المشهد اليمني وسط ترقب لما سيحمله العام الجديد.